اذا هلا احنا ركبنا ليد كومبنسيتر، هلا لاج كومبنسيتر هذا ضاف بول وزيرو، مش هيك؟ البول قديش قيمته؟ 11 راديان بير سكند. الزيرو قيمته 5 راديان بير سكند. مين الاقرب للاوريجن؟ الزيرو. ولذلك الليد كومبنسيتر الزيرو تبعه اقرب للاوريجن، فهو بيزيد الاستابيليتي تبع السيستم، بيخلي السيستم مور ستيبل، وبسحب الروت لوكس لوين؟ شمال. للشمال. اللاج كومبنسيتر بضيف بول وزيرو، لكن البول والزيرو مين بيكون اقرب فيهم للاوريجن؟ البول بيكون اقرب، لانه بعطيني زي انتجريتيف افكت، بخفف ستيدي ستيت. بس الخطوره في الليد في اللاج كومبنسيتر انه ممكن انه بسحب السيستم تجاه. اذا احنا الطريقه السهله جدا، انا بستعمل طريقه سهله جدا في اللاج كومبنسيتر، كل اللي بعمله بضيف بول وزيرو، بخليهم قريبين جدا للاوريجن، فاطوالهم هم بالنسبه لبعض يعني، او هم اطوالهم الاكتشوال راح يكونوا صغيره جدا. فلذلك لما تطلع على الروت لوكس وطلعت على البول والزيرو اللي بضيفهم اللاج كومبنسيتر، شو بتفكرهم؟ نقطه واحده، كانهم فوق بعض. اوكي ماشي، هاي نقطه مهمه جدا، لان احنا ما بدنا نخرب كل اللي اشتغلناه هون. اذا ضفت انا بول في مكان وزيرو في مكان ثاني، شو راح يصير في الروت لوكس اللي تعبنا واحنا بنشتغل فيه؟ راح يخرب. اذا ضفت بول وزيرو قريبين جدا من بعض، تقريبا اثرهم على الروت لوكس والدايناميك سيستم شو بصير؟ زيرو، بيلغوا بعض. لكن بالنسبه لبعض هم بيكونوا اكبر من بعض. فشوفوا فكره هاي هون، راح احط انا بول وراح احط زيرو بس قريبين جدا لبعض. اذا هاي عملت زوم عليها الان، راح الاقي انه البول، لاحظين هاي لما عملنا لها زوم، لو طلعت من بعيد ايش راح تفكر هذول التنين؟ هشوف راح اقربهم كمان على بعض، راح احط اكس هون وزيرو هون. من ناحيه السيستم داينامكس شو عملوا التنين هذول؟ لغوا بعض. كسيستم داينامكس كاثرهم على الروت لوكس ومسار الروت لوكس، تقريبا الروت لوكس راح يضل يمشي بنفس المسار. لكن هذول التنين في نسبه بينهم كطول، رغم انهم صغار. عارفين زي ايش المثال؟ انا مرات بحكي المثال، لو عندك مثلا لو اخوانك التنين الصغار، واحد عمره 3 سنين واحد عمره 5 سنين، واحد معاه شلن وواحد معاه دينار، هو بتفاخر على اخوه ابو الشلن، ايش بقول له؟ بقول له انا معي 20 ضعف اللي انت معك، مزبوط؟ مبسوط على حاله. بس الدينار والشلن شو قيمتهم بشكل عام في راتب الاب؟ ولا شيء. نفس الشيء هون، هذا 10 اضعاف طول هذا، مزبوط؟ فالنسبة بينهم قديش؟ 10. فبنزلوا ستيدي ستيت ايرور بنسبه قديش؟ 10. لكن ايش اثرهم على الروت لوكس؟ راح يضل على فكره الروت لوكس يمشي تقريبا بنفس الطريقه اللي كان يمشي، راح يصير تغير بسيط جدا، ما راح ياثر. هذول الاثنين بالنسبه للجراند سكيم اوف ثينجز شو اثرهم؟ ولا شيء. بس اثروا على، اذا ايش بدنا نضيف الان؟ بدنا نضيف اس بلس. شوفوا ايش راح اضيف انا، راح اضيف 0.01 و 0.001. مين اصغر؟ البول ولا الزيرو؟ البول اصغر. البول اصغر. اذا البول اقرب، قديش النسبة بينهم؟ 10. 10. لكن وين مكانهم تقريبا؟ هم بالنسبة للرسمة كلها، مش كان عندي انا 1 و11؟ شو نسبة الـ 0.01 للواحد ولل 11؟ وراح يبينوا كانهم عند الاوريجن. اذا هاي هي هاي ابسط طريقة لللاج كومبنسيتر. هلا هي يمكن ما بتكون 100% دقيقة، وفي طبعا تعديلات اضافية لازم نعملها بالكي تبعها، بس تقريبا بتعطيني الجواب. فانا كل اللي راح اعمله الان راح انسخ هاي. دكتور مش خطر انه ضفناها حوالين الزيرو تقريبا؟ ما هو لازم اعمل هيك. هو احنا لو انا عندي بي اي كنترولر، وين كنت راح تضيفه؟ البول. في البول في الاوريجن نفسه. فانا ما عملت شيء أسوأ بكثير من، بس المشكله لو انا ضفت بول واحد بس في الاوريجن، شو راح يصير في الروت لوكس اللي تعبت عليه وانا بشتغل عليه؟ كله راح يتغير، حيتغير كله تماما. لكن لما ضفت بول وزيرو قريبين من بعض، لغوا بعض. يعني لغوا بعض بالنسبه للدايناميك ريسبونس، بس ما لغوا بعض بالنسبه للستيدي ستيت ايرور. حتى الروت لوكس اذا هيك البول راح يتجه نحو الزيرو، صح؟ ايش عفوا؟ الفور راح يتجه نحو هو هو، لانهم هم قريبين جدا من بعض، ففي روت لوكس صغير جدا بينهم. راح يروح البول على الزيرو، بس هو فعليا احنا بنقدر نفكر فيهم انهم لغوا بعض، لان هم قريبين جدا من بعض. هلا خلينا نشوف هذا اذا زبط. هاي زبط هون الشبك، ليش شكله هيك؟ مزبوط مزبوط ضابط. هو هذا الخط اللي بينهم هو اللي المقام والبسط. اوكي هلا راح نغير هذا، راح نحطه 0.01 0.01 هون فوق، وتحت راح نحطها 0.01. راح يصير عندي 0.01 كمان زي 0.01. حتى انا راح اضيف كمان واحد بعدين، بس خليهم هلا 10 اضعاف. راح نسميه لاج، راح نسميه لاج كومبنسيتر. صحيح. هلا المشكله الوحيده هون لازم نعمل رننج لفتره اطول حتى نشوف ستيدي ستيت ايرور، لانه ايمتى بتحقق هو ستيدي ستيت ايرور نظريا؟ 5 تاو انفينيتي. إذا بدنا نكون دقيقين 100%، ستيدي ستيت ايرور بضمن لي إنه هذا ستيدي ستيت ايرور إمتى يتحقق؟ ات انفينيتي. إحنا ما بنقدرش نستنى انفينيتي، بس المشكلة أنا هون لما حاولت أعمل سيميليشن اضطريت أزيد السيميليشن تايم حتى يبين معي، فأظن إني عملتها هون أنا 100 سكند.
خلينا نتاكد اول شيء انه الارقام اللي ضفناهم صحيحه 0.01 و0.001 مزبوط. خلينا اصغر هذا شوي عشان يحاول يبين عندي. اوكي ماشي، هي هيك اوضح شوي. اوكي هذه بلانت جاهزه، بدنا نحاول نتخلص احنا من ستيدي ستيت ايرور. خلينا ننزل هاي هون وبعدين نعمل ران. هلا احنا هون لانه عاملين 100 سكند رح تاخذ وقت اطول، وانا عامل اظن 10 مايكرو سكند بال تايم سلايس. طبعا اذا انتم بتبنوا هذا في بيك مايكرو كنترولر ايش الاختلاف بصير بالسيميوليشن؟ لازم استعمل زد. وفي بالماتلاب في عندنا كمان نقدر نعمل ديسكريت فانكشنز، بمكانك تحط الانتجريتر بدل ما يكون واحد على اس بصير في زد فانكشن في المقام وزد في البسط، وبصير في عندي كله مختلف وكله بيعتمد الاساس تبعه هو السامبلينج تايم. ففي فيريبل جديد بدخل ايش هو؟ السامبلينج تايم. ايش بيمثل السامبلينج تايم في البيك مايكرو كنترولر؟ بمثل مش الكلوك، بمثل السايكل. كل قديش عماله البيك مايكرو كنترولر بروح وبفتش على الفاليوز بدخلهم، وكل قديش عماله باخذ الفاليوز اللي بدهم يطلعوا وبطلعهم. وهذا انت بمكانك تبني في انتربت، مش هيك؟ مش اخذتوا الانتربت؟ فهو اصح طريقه لبنائه اني ببني انتربت في البيك مايكرو كنترولر، والانتربت بضل يعمل انتربشن للبرنامج بقول فتش ذا انبوتس، فبروح بقرا كل الانبوتس اللي موجوده. بعدين كمان الانتربت كمان ايش بيعمل كمان؟ بقول له اوت سند ذا اوتبوتس، مش هو بده يطلع اوتبوتس، مش اي كنترولر في له انبوتس واوتبوتس، في الحاله هاي 1 انبوت 1 اوتبوت. والكنترولر ايش راح يشمل في الحاله هاي؟ يشمل الكي والليد كومبنسيتر واللاك كومبنسيتر، كلهم راح يكونوا كود، راح تسيهم لاينز اوف كود. بحاله الزد شو بصيروا؟ ببطلوا الديفرنشال ايكويشن، بصير عندي ديفرنس ايكويشن. ها؟ طيب هيك صار ديجيتال كنترولر دكتور؟ ديجيتال، نعم. انا بس بقول لك هيك لانه هذا ما بقدر تروح تعمل له امبلمنتيشن في داخل البيك بهذا الشكل. هذا تقدر تعمل له امبلمنتيشن في اوب امبس، لانه الاوب امبس ديجيتال ولا انالوج؟ انالوج. بدك تضبط نفس الماث تاعنا ولا توتري نيو ماث؟ بدك تشتغل طريقه معينه، تكتب الديفرنس ايكويشنز بطريقه مختلفه. دكتور هم مش عاده هم بيتعاملوا مع الداك؟ يعني مثلا عن طريق بي سي او هيك؟ ديجيتال تو انالوج كونفرتر، مش هيك؟ في ديجيتال تو انالوج كونفرتر، بس الفكره الاساسيه اللي انا بدي اركز عليها انه في سامبلينج تايم. خلينا نشوف هلا شو صار معنا. خلينا نعمل اوتو سكيل. ليش ما عملش اوتو سكيل؟ عم بعمل اوكي لانه 100 سكند. اوكي هلا ملاحظين كيف ستيت ستيت ايرور عم بنزل؟ هلا انا ما فيش معي وقت اني اعملها اكثر من هيك طبعا، بس بالنهايه راح يوصل للقيمه اللي احنا عم بنزل ستيت ستيت ايرور. قديش كانت قيمته الاصليه لو جينا هون عملنا زوم على الواي؟ كانت تقريبا 6%. دكتور مش هذا بياثر على البروسيس نفسها؟ يعني مثلا اذا بدي اياه فوق معين يوصل لل صحيح، وهذا اذا عندك مشكله بدك تعمل شيء ثاني، بدك تصمم شيء ثاني. يعني. تمام ايوه بالضبط. فكان عندي هون تقريبا 6%، المفروض بده ينزل لقيمه اقل. هاي فكره اساسيه يعني الليد كومبنسيتر واللاج كومبنسيتر. اوكي واضح انه عماله بنزل. ماشي شايفين كيف عماله بنزل بخف، بعد فتره توصل القيمه هاي.